بص احنا من السنة اللي فاتت والله الطموح كان موجود، يمكن حاولنا السنة دي طبعا نضيف الحاجات اللي انت برضه في حاجات انت اتكلمت فيها، موضوع انك تلعب في نهائيات او بتاع، فمحتاجة خبرات اكتر ومحتاجة طبعا. حد يكون لعب النهائيات دي كتير، فده اللي خلانا برضه نتعاقد مع نوعية لعيبة معينة هي اللي ممكن تساعدنا في الموضوع ده. فان شاء الله بص يعني احنا الطموح عندنا يعني كبير جدا، يعني اكتر من اي حد ما يكون متوقع، يعني ان شاء الله نعمل حاجة سواء في الكونفدرالية سواء في الدوري في الكاس في اي حاجة، فاحنا ان شاء الله طموحنا كبير باذن الله ان احنا نعمل حاجة كبيرة ان شاء الله في النادي يعني. طيب ملف الصفقات بقى، يعني كان في دايما الملف مفتوح بين بيراميدز والزمالك، سواء دايما نادي الزمالك كان اعلن ان هو خد توقيعات من نبيل دونجا، عماد نبيل دونجا، او من احمد ايمن منصور، او من رجب بكار. رجب بكار خلاص راح تقريبا سيراميكا. يعني الصفقات دي خلاص اتقفلت ولا لسه المجال مفتوح؟ لا الصفقات دي يعني مش دلوقتي، الحاجات دي لو كان حصلت فعلا، يعني لو الكلام ده كان حصل فعلا فهو الكلام ده بقاله فتره، يعني الكلام ده مش اليومين دول او مش قريب، فالكلام ده من فتره. اليومين دول طبعا لا هو ما فيش حاجه، يعني الدنيا مقفلين على الفرقه، ما فيش، المفروض ان الفرقه خلاص القوام خلاص عملناه. ايوه وبص في الاخر انت قدامك يومين على قفل القيد، يعني ناقص يومين والقيد يقفل. فوالله بص ايه اللي ممكن يحصل في نهايه القيد ما اعرفش، يعني الكوره كده كده فيها متغيرات فممكن اي حاجه تحصل، بس الاقرب طبعا ان احنا يعني هنبقى موجودين زي ما احنا كده ان شاء الله. يعني مش مستبعد ان ممكن يحصل اي حاجه مفاجاه مثلا في نهايه القيد. بص ما فيش حاجه مستبعده، لان انت في الاخر كنادي بتشوف مصلحتك فين، يعني انت مثلا بتشوف انت عايز ايه، يعني مثلا نادي الزمالك ممكن يكون ليه مصلحه معينه عند اي نادي، النادي الاهلي ليه مصلحه معينه عند اي نادي، انا ليا مصلحتي في نادي معين. ففي الاخر ممكن بتيجي في اخر لحظه تحس ان لا ان في حاجه معينه ممكن تحصل ليها مصلحه، يعني انت شايف ان هي مصلحه ليك كويس. انت ليك مصلحه عند الزمالك؟ انا مصلحتي مع اللعيبه اللي موجوده كابتن. لا مش قصدي يعني هل في لعيبه حاطين عينكم عليها؟ ده طبيعي جدا، زي ما الزمالك حاطط عينه على لعيبه من عندكم. في الاخر في لعيبه طبعا مميزين في الزمالك، وفي لعيبه طبعا مميزين في الاخر، ما بس في الاخر مش كل لعيب انت بتبقى عايزه هتجيبه اكيد، او انت لعيب كل لعيب انت نفسك تبقى موجود معك في الفرقه مكان في مركز معين ناقصك هتعرف تجيبه. فخلاص انا راضي عن شكل الفرقه لحد دلوقتي، ولو فضلنا طبعا على كده انا الحمد لله مرتاح ومبسوط ان شاء الله. طيب دونجا مكمل في بيراميدز بالاخص؟ دونجا مكمل. مكمل يعني الكلام ده قلناه، والكلام ده قلناه من السنه اللي فاتت. اصل انا قلت الكلام ده كذا مره، يعني قلت هو في رغبه من الزمالك وعايز نبيل دونجا يعني تمام، لكن قلت ان بيراميدز مش هيسيب عماد نبيل دونجا. كابتن بص انت في الاخر انت بتنافس على حاجه، فانت انا بشوف ايه اللي يساعدني عشان اقوي الفرقه، انا مش مستحيل حاضر في الفرقه تبقى فرقتي بقى اكيد هعملها بالظبط. كابتن هاني سامعني؟ انا سامعك. طيب كل توسم ان في صفقه تبادليه ما بين نادي الاهلي ونادي بيراميدز.